أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية قراراً بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، يلزم الشركتين بمجموعة من الالتزامات والضوابط التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة، ويضمن توافر بيئة تنافسية والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكانت أوبر قد استحوذت على كريم في صفقة تقدر ب 3.1 مليار دولار في مارس الماضي، في صفقة من المتوقع أن تستكمل في يناير المقبل. دكتور سماء، يمكن هذه الصفقة تعد أكبر عملية شراء لتطبيق تكنولوجي في المنطقة، ولكن لابد أن نتحدث عن شقين، عن توجه الدولة ممثلة في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية، في أيضا أن يكون موجود ويحافظ على يعني أيضا كل الشركات الأخرى وفكرة التنافسية، بالإضافة إلى الحفاظ وتهيئة أيضا مناخ الاستثمار الأجنبي. كيف تقرأين هذا المجهود؟ الحقيقة أنا بقرأه في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي اللي مصر بدأتها بالفعل، اللي هي بتقوم على آليات السوق وفقا للطلب والعرض، وأيضا بتمنح الفرصة للمنافسة ما بين الشركات المختلفة، وده لتحقيق الهدف الأسمى وهي حفظ حقوق المواطنين من هذه المنافسة، لأنها من المفترض أنها بتصب في النهاية في صالح المستهلكين والمواطنين. صحيح. الحقيقة أن وجود شركتين أوبر وكريم ده كان بيدي حرية حركة لدى المواطنين في حالة ما إذا كان هناك شكوى من أحد الشركتين، فبالتالي بيغير للشركة الثانية وبيحصل على الامتيازات اللي بتحققها الشركة الأخرى. اندماج الشركتين بيعمل قلق في السوق المصري، خاصة أن مفيش غيرهم، إن ممكن إن هم يحتكروا السوق، وبالتالي ده يكون ليه آثار سلبية على حقوق المستهلكين، وهو ده اللي بتهدف إليه الحكومة، إن هي تحافظ على حقوق المستهلك والمواطن المصري. الحقيقة أنا شايفة إن هذا الاندماج سوف يكون بالفعل في جهاز حماية المستهلك وضع شروط إذا لم يعني تلتزم بها الشركتين، هيكون في إما بفتح المجال لشركة أخرى للظهور في السوق، أو إن هي هيتم تقليل اعتماد المواطنين على الشركة في حالة ما إذا قدمت خدمات مقبولة لدى المواطنين، وهيلجأ تاني للتاكسي الأبيض اللي كان بيعاني من مشاكل ليه، وممكن ده يترتب عليه إن التاكسي الأبيض يحسن من خدماته بشكل أو بآخر، أو يظهر في السوق شركة جديدة منافسة ليهم. مصرية تقدم نفس الخدمة. ما في شك.